استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي والدي الشهيد مجند الشحات فتحي شتا شهيد الكتيبة 101 الذي قدم روحه فداء للوطن في 29 من يناير 2015 عندما استطاع أن يذود عن مخزن الذخيرة الخاص بالكتيبة ونجح في إبعاد أحد العناصر الإرهابية عن الموقع. كما استقبل الرئيس أمس والدي الشهيد مجند محمد أيمن السيد شهيد الصعقة الذي لقى ربه في 15 من ديسمبر 2015 حينما افتدى 8 من زملائه باحتضانه أحد العناصر التكفيرية أثناء محاولته لتفجير موقع عسكري بمدينة العريش. قدم الرئيس لهم خالص الشكر والتقدير والقوات المسلحة أيضا على التضحيات الغالية. لازم اشوفكم هنا واطمن عليكم، وكمان والله انا بتشرف اني بشوفكم. صحيح؟ لا والله انا بتشرف اني بشوفكم. لا والله انا الشرف لي انا ان انا التقي بيكم، وانتم قدمتم يعني اغلى ما عندكم لبلدكم. ف يعني هقول لك باسم كل المصريين بقول لكم متشكرين، باسم كل المصريين. ولاد مصر. صحيح. محمد ايمن ان شاء الله عند الله ربنا يخليهم لك ويحفظهم لك، ربنا يحفظكم ويديكم. بتقولي ايه؟ محمد ايمن دمه مش خالي على طول مصر. لا صحيح صحيح. كل كان بيقول لي يا ماما دمي ما كل نقطة دمي كده مصر ووطن، لأني لازم أحرر وطن. ونعم بالله. لازم أحرر وطن، ولازم أجيب حق زمايل الشهداء اللي مات على إيدي. وهم كمان دمهم في رقبتنا، خلي بالك. حضرتك عاوز تديله الدفعة والقوة إن هو ما يخافش. طبعا أبدا. أنا عايز أقول لك حاجة. اتفضل. وأقول لكم كلكم، وحتى لأن أنتم لازم تبقوا واثقين إن ولادكم عملوا حاجة عظيمة قوي. لا صحيح، هو مش على قد زمايله اللي في الكتيبة اللي حماهم أو موقعه اللي هو قاعد فيه. لا لا، ده محمد الشحات حمى بلد، حمى 90 مليون، وده اللي بيعملوه ولادنا. يعني ده اللي بيعملوه كل الأبطال والرجالة اللي موجودة في الجيش وكمان في الشرطة على مصر بالكامل. الموضوع مش على قد موقعه أو مكانه، لا، أنت لازم تبقى عارفة أن أنت كنت محمد موجود هناك والشحات موجود هناك عشان إحنا كلنا نعيش. إحنا كلنا نعيش، ونعيش بس مش كده، نعيش ناكل ونشرب، نعيش في أمان وسلام. فاللي هيديهم الأجر مش إحنا، الأجر عند ربنا، لأن ده فدى 90 مليون بني آدم يعيشوا ويتأمنوا في أمان وفي سلام، وكمان محدش يبقى خايف. ف يعني مش عايز أعزيكم، ومش عارف تقبلوا إن أقول لكم إن لو إحنا بناخد بالنا قوي أهنيكم. إحنا هما كلنا قاعدين في الدنيا دي يومين وماشيين، زاد وطال وقصر، هم يومين وهيمشي. لكن في ناس بتمشي سايبه قيمه عظيمه جدا اللي انا قلت عليها ديت. فانتم ولادكم عملوا قيمه عظيمه وقدموا حاجه كبيره قوي لينا كلنا. فربنا يرضيكم. و كلمة شكر مش كفاية، كلمة شكر لكم مش كفاية، وأي حاجة هنعملها مش كفاية. ونعم بالله، ونعم بالله، ونعم بالله. الله يحفظك يا غني. الحمد لله، ولدنا فدا مصر وأهل مصر، الحمد لله. أغلى حاجة وأحلى حاجة في دنيتنا فدا مصر.
الحمد لله الحمد لله على كل شيء. الحمد لله. أحسن حاجة عملوه. فلا كريم. تشرف مصر وتشرف أهلك. الشحال. وهم أحسن اثنين شباب وأغلى اثنين شباب. ما شاء الله. لمصر. صحيح. وكل ده يعني علشان خاطر مصر. وكلتنا أولاد مصر. ودم أولادنا فدا مصر. وده حاجة تشرفنا وتشرف الدولة يا ريس. الشرف لي ان انا بلتقي بيكم. استغفر الله. المحترمة اللي مجاهدة في سبيل الله هي اللي ربنا بختارها. الحمد لله مجاهدين في سبيل الله. امال ايه؟ امال ايه؟ في مصر وفي شعب مصر كل حاجة حلوة في دنيتنا. ودنيتنا واخرتنا. الحمد لله. بس دنيتنا. انا عارف ان ده صعب عليك. انا عارف. الحمد لله. طب انتم يعني تأمروني بايه اعمله لكم؟ الامر لله. لا صحيح والله ما في اي حاجة. اي حاجة هنعملها ده مصر اللي بتعملها، لان ده مش هقول رد، لكن ده اقل حاجة. هم اولادنا قبل ما يكونوا اولادنا. هم اولادنا كلنا، اولاد بلدنا. ودرع بلدنا. دول ايه؟ وعايز اقول لكم يعني انا بقول الكلمه دي كتير، وولادكم قدموا. بصوا، فكل ده في حد كان واقف كده عشان ما يحصلش كده ليكم انتوا ولينا، نبقى احنا قاعدين هنا. يعني اوعي تزعلي على الاسد. الاسود بس هي اللي بتموت وهي بتقاتل. واقف على رجليها كده عشان ينور الشرف. نعم، شرف الشهادة. صحيح، محمد ما ماتش. بطل الشهيد. الشهيد ما محمد حاسس بالشهادة من أول يوم راح الجيش. صحيح. يعني محمد كان قبل محترم. الله يرحمه. الله يرحمه ويرحمنا بيه. أنا متشكر على إن أنتوا سمحتوا لي إن أنا أقعد معاكم وأتكلم معاكم وأسمع منكم. متشكر. صحيح. متشكرين. وعايز أقول لكم إن مصر عمرها ما هتنساكم. وقبل مصر في ربنا سبحانه وتعالى هو اللي هيعوض عليكم. صحيح. مش عايزين أي حاجة. طب أنا عايز أتصور معاكم كده وأنتوا جنبي. ممكن؟